ويا كنا ركبنا من مراكش في التران جايين بخير الحمد لله. توصل لاكار ديال الوازيز فاجو بشويه شويه سكت التران سكت حنا ما عرفناش واش حريق ولا شي حاجه. المهم هبطوناش كنلقاو العافيه شاله بنادم خلى حوايجو تيجري الباكاج شحال من واحد. انا خويا ملي هبطتش في داك المنظر اول حاجه مشيت شديت التليفون صورت باش بنادم يعرف شنو طاري وصافي. درس كاين الغوش حيت بنادم اللي مع الحافيه والخلعه بنادم هبط ما لقى ليه هز ليه الباكاج والولاد الحمد لله بعدا طراش في الراس ديال التران ماشي في الوسط ولا اللور حيت ملي هبطوا كلشي جا رجع لاكار. خويا التران خرج من مراكش ما فهمنا خرجنا من مراكش جايين وصلنا لواجي الور تران ما كاين حتى مشكل حتى وصلنا هنايا الوازيس ويوقف على غفله اخويا ما فهمنا والو طلعينا كنا في ديك فواتيره اللي لاصقه فين تحرقات طلعينا ما فهمنا والو بان الدخان زينا حوايجنا على اللحن وديك الفواتيره اللي كان فيها العافيه راه الناس خلاو حوايجهم راه مازال تيدخلوا دابا شحال ولا تليفونات ما عرفناش شنو طاري. المهم راه حاجه طبيعيه دخلت خلعنا زينا حوايجنا هربنا نقزنا من داك الصو ما هبطناش نقزنا ديريكت ودرنا معنا جاكيت تونس وحوايجهم الناس والله يسر اخويا راه الله يسر يشوفها بحال الناس الله يسر. قلت لك ايماجين دابا هادشي كون ما وقعش بالضبط في لاكار ديال الوازيس كون وقع في شي خلا ولا وقع في شي بلاصه خطر على الناس اللي كانوا راكبين خصوصا كانوا راكبين معنا كوارع وشانو بزاف د الحوايج فهمتي تخيل معايا كون كان المشكل تما.